جالي النهاردة أشعة خاصة بمريضة بالغدة الدرقية، وبتسأل إن الدكتور طلب لها إبرة، وبتسألني ممكن أعمل الإبرة ولا لا. هي بعتلي تقرير الأشعة وبتقولي ممكن أعمل إبرة ولا لا. طبعا إيثيكالي أنا ما أقدرش أتدخل في رأي حد من الزملاء، بس أنا عايز أقول لكل مرضى الغدد الدرقية إن مرضى الغدد الدرقية هو واحد من ثلاثة: إما عنده حويصلات، وإما عنده مشكلة في الهرمونات، وإما عنده التهابات. الالتهابات وبالذات الالتهاب المزمن اللي بنسميها الشموت عند السيدات له علاج وبنظبط الجرعه. بالنسبه للخلل الهرمونات، اما في نقص وبنعالجه، اما في زياده، ودي في حالتين: في وجود حويصلات او عدم وجود حويصلات. وفي الحاجه الثالثه اللي هي حويصلات، منها غالبا حميده بنسبه 99% باذن الله، ومنها بعد الشهر فيها اشتباه بالاشعه، والاشعه دلوقتي بدات تحدد لي نسبه الشك في الغده قد ايه، درجه ثانيه ثالثه رابعه خامسه. فالرول بتاع الإبرة أو احتياجنا للإبرة في الغدة الدرقية الحقيقة قليل جدا جدا جدا. وأقول ليه؟ نمرة واحد، الأكيرسي بتاعها، الدقة بتاعة الإبرة في التشخيص مش قد كده، مش زي الإبرة مثلا اللي بنعملها في أورام الثدي، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، قد ينتج عنها مشاكل إذا استخدمت في وضع مش صح. نمرة ثلاثة، إن غالبا الجراح واخد قرار من الأول: إحنا هنشيل نص الغدة ولا الغدة كاملة، ولا الغدة كاملة مع تنظيف غدد ليمفاوية في الرقبة. فاحتياج المريض اللي عنده حويصلة او اكتر اننا نعمل ابرة، ده قرار الجراح، وامتى بنحتاجها اذا كان هيغير في خطة العلاج. ما دون ذلك ما ينفعش مريض عندها حويصلات على الناحيتين صغيرين، ما ينفعش مريض عندها حويصلات على الناحيتين والسونار مطلع انها ما فيش فيها اشتباه درجة تانية او درجة تالتة، ما ينفعش مريضة واضح ان فيها غدد ليمفاوية واننا هنعمل شيل الغدة كاملة مع تنظيف الغدد. مش دايما بنحتاج الغدة. وده إجابتي بالنسبة للمريضة، ويا رب المعلومة دي يكون فيها فايدة للناس اللي زيها وناس